1964 zijn duizenden mijnwerkers naar België gekomen, ook Mbarak. Hij heeft 25 jaar in de mijn van Maasmechelen gewerkt. Nu is hij al verschillende jaren gepensioneerd. Ich meine Heimische Thema. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was das? Was für Grandisweg. Und wir haben eine Autobahn. Was ist das? Ich habe einen Kontrakt, was ich gemacht habe, aber ich habe nicht mehr gemacht. Ich habe nicht mehr gemacht. Ich habe nicht mehr gemacht. Ich habe و شحال خدمتي كاع في المينا؟ 25 عام. وكيفاش تحكي لشي واحد كي كانت الخدمه في المينا؟ كانت خايبه. كيفاش خايبه؟ كان الغبره والحجر خطر، كنهبطو 780 متر تحت الارض. سمعت 780 متر الغبره البوسير بلاصه سخونه بلاصه بارده وكنا نصبرو. حيت المغاربة والترك والطاليان والسبانيول كيصبرو. و تا بابا خدم في المينا؟ دار غير ستاج، كان تيكابين خدم فيها وكان يهبطو ما يديرو ستاج خطرة في السيمانة. وفاش من عام تزوجتي؟ 65. وجبتي مرا من المغرب؟ جبتها من المغرب تاهي ب 65. وشنو الحاجه الخيبه اللي دوزتي في المينا؟ والخدمه الخيبه لا شي شي نهار ولا شي اخيب الحاجه اللي طرات لك في المينا؟ درت تكسيده واحد الخطره هنا في الركبه ديالي، داروا لي القبص 40 يوم ندير القبص، وطاحت عليا حديده زدف هنا وضربت فوق زايق لي هنا، داروا لي القبص من هنا حتى لهنا 40 يوم والقبص في الرجل. وايش من الحاجات اللي جبتو معاكم من المغرب؟ جبنا هذيك الساعة كنا جبنا البير بيمصوب، قال لك هما ما عندهمش البير، وخدمت زوج سطور ميكانيك ودوزت ليكول ديال الميكانيك. واش ندمتي حيت جيتي ولا؟ ما ندمنا شيء، مزيان خدمنا بعقول، كان كل شيء مزيان بكري، بلجيكا كانت مزيانة بكري، كان خدمتي مزيان ديما مزيان، دابا الخدمة صعيبة. واخا شكرا صافي شكرا يلا.